الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وقال بنحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة. تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة. الرئيس السيسي كان وصف امبارح في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ثورة يوليو بأن هي صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري وأحدثت تحول عميق في تاريخ مصر المعاصر. شدد على أن تأثيرها لم يقتصر على الداخل المصري فقط بل امتدت أثرها وصدّها لجميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع للحرية والاستقلال.